مجتمعات تتكامل مع المفاهيم الاقتصاديه للبيئه المحيطه وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه بالاضافه الى انشاء مجتمعات زراعيه صناعيه متكامله في مناطق المشروع واقامه وحدات ابحاث وتدريب في مواقع العمل لتطوير اساليب الري وتحسين جوده الاصناف المزروعه وتوفير فرص عمل جديده ومتنوعه. واخيرا ان رؤيه وزاره الزراعه المصريه لتنميه قطاع الزراعه بشكل مستدام والتي تهدف الى تحقيق نهضه زراعيه شامله لمصر بحلول 2030 تعتمد على عده برامج للعمل التنموي الاستثماري تشمل الاستخدام الامثل للموارد الطبيعيه وتنميه المحاصيل الحقليه والثروات الحيوانيه والداجنه والسمكيه بالاضافه الى تطوير التصنيع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثه في التنميه الزراعيه والري والطاقه المتجدده مع التاكيد على الاحتفاظ والحفاظ على الاراضي الزراعيه باعتبارها اصولا راسماليه طبيعيه ياتي ايضا ضمن اولويات عمل الوزاره في المرحله الحاليه. واقامه مجتمعات عمرانيه جديده في الظهير الصحراوي بما يحول دون البناء على الاراضي الزراعيه وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصه بمنع التعديات عليها. السيدات والسادة الحضور، أود أن أختتم كلماتي بالقول بأن جمهورية مصر العربية ستواصل جهودها مع الصندوق للمساهمة في تنفيذ برامج الاستثمار الشمولي المستمر في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين خاصة في المناطق الفقيرة ولا سيما صغار المزارعين وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإصلاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدوليه ذات الصله. واود ان اعرض خالص التحيه لرئيس الصندوق والحضور المميز من الوزراء والمندوبين للانضمام معنا لتبادل وجهات النظر حول هذه القضايا المحوريه حتى نتمكن من الخروج بتوصيات تقنيه وسياسيه مفيده ولمزيد من التعاون في المستقبل. خالص الشكر لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you very much.